ضربوا اجي معاه هو والدريه في الليل تلقاو في بن فرح السلام والازهر تلقاو جاوه من اللور ماشي جاوه من القدام جاوه من وراه هو شاد من الدريه من يده ضربوه بالسيف تلاحت لي اليد شد هو من يده كيقول لي الله ياخذ فيك الحق عوقتيني من يدي الله ياخذ فيك الحق هو ما تيعرفو ما تيعرفو عادي عادو هما الدريه والدري اللي بعدا عتقوه هما ثلاثه عتقوه هزوه تلقاو الموتور الطاكسيات ما بغا يوقفو مال حتى حاجه ما بغات توقف ليهم الا هذاك مول الموتور وقفوه عاد داروه الدراري بيناتهم حيت هو كوما هزوا الدري هز اليد في حوايجو قال لي هي هزه في حوايجو تتركل قال لي ليا تتركل قال لي الدري قالت اه تتركل قال لي الدري تتركل لي اليد في حوايجي قال لي ملي وصلناه صابوا الحسني ما خدامش قالوا للدري تمشي تجيب لينا عندنا غير شويه الثلج تمشي تقلب لينا على الثلج مسا مسكين هز من تما راسه من الحي الحسني الفرح السلام باش يجيب الثلج كيدق على الديور في الليل باش يعطيوه الثلج ملي جاب الثلج صاب الدري هزوه لميريزكو في لابيلانس انا عيطت لي مولات لابيلانس قالت لي تجي عاد ولدك راه حنا غاديين بيه لميريزكو قالت لي الدريه راه ماما راه نجيب راه مضارب قلت لها ما يمكنش مضارب كان في الحيل الثاني غادي يخيطوا لي في الحساني. ما كيتضارب ما كيجبد. قالت لي واقيلا لا مضارب تلقى لي شي واحد ولا الله اعلم الضارب معاه راه ضرب وليده قلت لها انا ما يمكنش من الحساني غادي يصيفطوا لما كانت شي حاجه هي هذيك ما كاينش قالت لي انا ملي جيت للحساء ملي جيت لميريزكو والله وليدي ما نصعب راسي انا ولدي غنصيبو حي كنت نصعب ولدي غنصيبو ميت كنقول انا ولدي فين هو غابر عليا بعدا ما بغاش يبان لي ما بغاش ولدي يبان قال لي امي الا شافتني غطيح حيت عارفني مريضه وهازني عدوى هو اللي خدام عليا كيفاش تجبتوه هنا ما خلينا فين قلبنا هزينا جينا هنا قالوا لنا هذا اللي صبنا رخيص واحد قال لنا 8 مليون غير العمليه هذا قال لي مستة حنا نصعبوا السته فيها كل شيء ملي جينا لا قالت لك غير العمليه ديال هذيك الليله البارحه عاد صرحوا لي ديال اليد اه 6 مليون عاد خلي الانعاش 90000 لليله والرساله اللي عندي راه كنطلب من الناس يدعوا لي مع ولدي ويعاونوني راني ما عنديش من هاد الفلوس راه ما عنديش من الريال والحاره ضعيفه والراجل ما خدامش مريض داير غير الكروسه ديالت الخضره ما نهار كيجيب فيها الله ونهار ما كيجيبش فيها انا كنطلب من الله والمحسنين يشوفوا فيا يشوفوا بعينيهم ويحنوا عليا بقلوبهم ومحمد السادس يشوف فيا ويحن عليا راه ولدي مشى للمستقبل ديالي لا باقيين ما شدوهمش باقيين ما شدوهمش باقي لدابا الله كان عندنا البوليس غير قبيله قال لي باقيين ما شديناهمش مشاو مع الطل فين مشاو للزطاط ولا فين مشاو ما صابوهمش باقي ما قال لنا عند عمو ولا ما عرفت مشاو تلتم قال لك ما صبناهمش ما كنت صابو هذيك الساعه العنايه كان يشدهم هذيك الساعه مشات لي بالدريه مشات لي بالدريه قالت لي ما ها وقع ها وقع قال سير للدار الحمراء ليلة السبت اللي كانوا في الليل ما داروش العنايه ديالهم كون داروا العنايه ديالهم يشدوه في هذيك الساعه